فيقول أهل التفسير: ووجه الدلالة الولاية العظمى أو الإمامة العظمى من أعظم الأمانات المأمور بحفظها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذا الموضع: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. أولى هذه الواجبات التي تتعلق بالراعي أي بالإمام، وهو أداء الأمانات. والآية التي سأتلوها بعد قليل سماها ابن تيمية آية الأمراء، وسيتبين سبب تسميته لها بآية الأمراء، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول قائل: ما شأن هذه الآية الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى سماها ابن تيمية آية الأمراء بمسألة الراعي أو الإمامة أو نحوها؟ ووجه الدلالة أن الإمامة العظمى أو الرئاسة أو نحوها من أعظم الأمانات المأمور بأدائها. لذلك نقول، يعني أهل الأصول يقولون: الأمانات ها هنا هو جمع محلا بالألف واللام تفيد العموم، فيدخل تحت هذا الأمر، الأمر بأداء الأمانات، كل الأمانات سواء كانت أمانات مادية أو معنوية. أعطيتك مالا قلت لك احفظه، هذه أمانة لا بد أن ترعاها. أتيت بابني عندك، ابني الصغير، وقلت انتبه له ريثما أطوف وأسعى، هذه أمانة. فهذه الأمانات أمانة مادية، وربما كانت أيضا الأمانات المعنوية، الأسرار. إذا احتفظتك أو أعطيتك سرا هذا أمر معنوي، لا بد وأن تحفظ الأمانة. ويدخل في هذا الأمر بأداء الأمانات الإمامة العظمى التي أمر الله تعالى الأمراء بأدائها. فيقول أهل التفسير: ووجه الدلالة الولاية العظمى أو الإمامة العظمى من أعظم الأمانات المأمور بحفظها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذا الموضع: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. لذلك سبق وأن ذكرنا في المعنى اللغوي أن الرعي أو رعى هي بمعنى الائتمان، فهذا معنى أورده أهل التفسير في هذا الموضع. فقال: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات، ما أمرك الله تعالى به أيضا هذه أمانة. فإن الله تعالى أنزل هذا الكتاب، كتابه الكريم، وأرسل نبيه الكريم، ثم أورد هذه الشرائع وهذه الشريعة وأتمننا عليها، فهي أيضا تدخل في ضمن هذا الأمر الرباني بحفظ الأمانات.